زلزال الجمعة سرع من وتيرة عملية ترحيل سكان حي الملعب بالحميز نحو حي 5 جويلية ببلدية الأربعاء بولاية البليدة. أكثر من 400 عائلة انتقلت إلى مساكنها الجديدة في جو من الفرحة والزغاريد. كنا ملمين دوزانا باش جات الزلزلة. قال لك لي مدوزانكم لي من دوزانا طمينا كلش. ومن بعد بيتين كيلحق نهار حنا نستناو فيهم باش يجي يرحلونا. انا ولا غير نخزف الطاقه نقول طلع النهار ومازال ما جاوش لينا حتى نسمع في الزلزله ضربت. والحمد لله فيها خير. وانا عندي 22 سنه وانا في الحميز. عقبنا الصيف فات فينا والشتاء فات فينا. والحمد لله دوكا كي ربي يفتحها علينا. والحمد لله اللي تسع والصالو كبير والشنابر الكبار الحمد لله وليداتي راهم كاع معايا دايرين بيا. وما درناش نلحقوا المرحله هذه. العمليه التي تواصلت طيله ليله كامله تمت تحت اشراف مصالح ولايتي البليده والعاصمه، وسهر عليها اعوان الديوان الوطني للترقيه العقاريه لبئر مراد رايس. بالنسبه لعمليه الترحيل تمت البارحه يعني طوال الليل حتى الصباح وما زالت متواصله، والتي تم من خلالها ترحيل ما يقارب 400 عائلة، والباقي 24 عائلة هي في تواصل يعني. المسؤول الأول عن دائرة الأربعاء محمد مزيان أكد استعداد مصالحه استقبال المزيد من السكان خلال عملية الترحيل المستقبلية. احنا كسلطات محلية يعني نستقبل في أي وقت يمكن يعني تبرمج ولاية الجزائر، سلطات ولاية الجزائر تبرمج العملية، احنا رانا واجدين باش نستقبلوا. وكذا كانت على مستوى كما نقولوا بالنسبة للزلزال لو من غيره، هذا يعني السلطات يعني المحلية الولائية لولاية الجزائر هي اللي تقدر مع اما احنا كاستقبال احنا واجدين نستقبلهم في اي وقت. إلى غاية الساعات الأولى من الصباح تواصلت عملية ترحيل 426 عائلة من حي الملعب بالحميز إلى حي 5 جويلية بالأربعاء في انتظار المزيد. مبعوث الشروق نيوز إلى بلدية الأربعاء ولاية البليدة شفيق بن شعبة.